مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. من تلفزيون جيبوتي أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، ونبدأها بأبرز العناوين. منادق الغداء الداخلية تحتفل بعيد الفطر المبارك. البرازيل هي الدولة الثانية التي لديها أكبر عدد من الحالات في العالم. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، بسم الله الرحمن الرحيم. في دار البيان اليومي الذي يصدر من وزارة الصحة حول وضع الوبائي الرهيب بكوفيد 19، أعلن أمين عام وزارة الصحة دكتور صلاح بنيت التراب عن تسجيل 198 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بينما تعافت 15 حالة من الفيروس وأربعة حالات وفاة. وقال تم تشخيص اليوم الاثنين 1043 حالة أسفرت نتائج فحصهم عن تسجيل 198 على إيجابية، كلهم عبر اختلاط بمصابين آخرين، بينما تماثل للشفاء 15 حالة وأربعة حالات الوفاة. ولفت أمين العام وزارة الصحة النظر إلى إجراء 23140 اختبارا، يبلغ إجمالي عدد المصابين في جيبوتي بكوفيد 19 2468 شخصا، بينما تماثل 1079 منهم للشفاء بإضافة إلى 14 حالة وفاة. وفي ختام البيان، حسب دكتور بنويت، المواطنين على تقيد بالإجراءات الوقائية ضد الوباء، ولا سيما غسل اليدين بالصابون بشكل منتظم، والسعال أو عدس في بعض الوقوع، واستخدام المنديل ورمي في القمامة، بالإضافة إلى التزام بالتباعد الاجتماعي. على قرار بقية دول العالم الإسلامي والعاصمة جيبوتي، تحتفل المناطق الداخلية اليوم الاثنين بعيد يمامة الأحد بعيد الفطر المبارك في، واحتفلت منطقة التجرة بعيد الفطر المبارك في فناء جامع جعفر الكائن بقلب مدينة البيضاء، وشارك فيها سلطات المنطقة وسلطان التجرة. وتقيد المصلون قبل أداء الفريضة الدينية بالإجراءات الاحتراسية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، وذلك تحت إشراف المجتمع المدني والدرك الوطني. صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وفي مداخلة لو عرب والي منطقة التجورة سيدي حسن الدبلي بحسن تنظيم أداء صلاة العيد الفطر المبارك رغم الظروف التي تشهدها البلاد في ظل كورونا، وتقيد المصلون بجدية بالإجراءات الاحتراسية، مشيدا في وقت ذاته بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني والدرك الوطني بإشراف على التقيد بالإجراءات الاحتراسية. كما احتفلت منطقة أبخ بعيد الفطر المبارك في ساحة مخصصة لأداء صلاة العيد، وشارك فيها سلطات المنطقة أبخ. حيث تقيد المصلون قبل أداء الفريضة بالإجراءات الاحتراسية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي. الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نار الحامية تسقى من عيننا الله أكبر الله أكبر صائم وأفطر وتذكره من تقدم وأعرض فارغ فتأخر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي جعل العيد يوم جزاء مسرا يقبل فيه على العابدين عهد الأمين ويلبسهم فيه من إحسانه جميل الثياب ويكرمهم فيه بأجر الكسب وإلى المناطق الجنوبية حيث احتفلت منطقة عسى الجوق يوم أمس الأحد بعيد الفطر المبارك وتوجه المصلون في وقت مبكر من صباح الأحد إلى ساحات مخصصة لأداء صلاة العيد الفطر في مدينة عين صبيح بحضور سلطات المنطقة وعلى رأسهم وزير الصحة سيد محمد ورسم الديري ووالي منطقة سيدة موسى آدم ميجاني ورئيس المجلس الإقليمي سيدة عمر أحمد إضافة إلى نواب المنطقة وبدأت التكبيرات والتهليلات في تلك المصليات مباشرة عقب صلاة الفجر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واسيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولي منطقة على سبيع سيد موسى هذا النميجاني بحسن تنظيم صلاة العيد المبارك في منطقة رغم الظروف التي تشهدها البلاد وفي سياق المتصل على أهالي مدينة الوحدة الدخل صلاة العيد الفطر في ساحات مخصصة بحضور سلطات هذه المنطقة وعلى رأسهم ولي منطقة ورئيس المجلس الإقليمي وبدأ المصلون التكبيرة والتهليل بعد صلاة الفجر مباشرة السلام عليكم ورحمة الله يهنئ بعضهم بعضا في العيد وهذه عادة حسنة تجلب المودة وتزيل البغضاء أما زيارة القبور في هذا اليوم
والصابرين. الله أكبر الله أكبر. ما قرأوا القرآن وباتوا لربهم سجدا وقياما ساهرين. وأخيرا احتفلت منطقة عرتا يوم أمس الأحد بعيد الفطر المباركة، حيث توجه الأهالي هذه المنطقة في وقت مبكر من صباح الأحد إلى ساعة مخصصة لأداء صلاة العيد وسط الإجراءات الاحتياطية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. وحث إمام المسجد الكبير الشيخ جوليد محمد حسن المواطنين إلى التسامح والتضامن وحب الجار. شان وطني آخر تلقى عناصر الدرك الوطني في علي السبيح خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك تقارير عن وصول شحنة سرية كبيرة من المخدرات من إثيوبيا من ضمن البضائع غير الشرعية التي تضر اقتصاد البلد وصحة المواطنين. وفي حوالي الساعة 4 مساء يوم الجمعة 22 من مايو 2020 تم القبض على شخص متورط بتهريب المخدرات وبحوزته 78 كيسا من الحشيش تزن كل كيس أكثر من 20 كيلو جراما مخبأ في أكياس بلاستيكية. وخلال جلسة الاستماع اعترف المتهم بأنه من أتباع تجارة الجملة المعروفين في هذا المجال. تلقينا ببارق الحسن ورأس النبع وفاة المرحوم أحمد ملك أحمد الذي وفاته المنية يوم أمس في مستشفى بلتهي، وترك المرحوم وراه أرملة وستة الأولاد، وكان المرحوم أحد المواطنين من أجل الحرية والديمقراطية، وكان مؤلف وكان كاتب المسرحية والشاعر، وألف العديد من المشاهد المسرحية والعديد من الأغاني الشهيرة. ودوليا قال رئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات أن المؤشرات الأولى على فعالية اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف، بينما سجلت البرازيل إصابات قياسية على حد، والتواصل الولايات المتحدة تصدر قائمة الوفيات والإصابات. وقالت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 965 وفاة بفيروس كورونا السبت. بهذا النبأ الدولي تنتهي نشرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.